جولة في قلعة شريش الأندلسية. شو الترتيب والنظام؟ التشجير، النوافير في كل مكان، هنا خزانات الماء، وهناك الناعورة اللي ترفع الماء للأعلى، مطور ذاك الزمان، وهناك الحمامات اللي هي بخار وجاكوزي، والحمام خلاف المرحاض. هذا المسجد باقي على حاله منذ أن تركناه. المكان جميل مرتب. احنا في شريش، بلدة العالم أبو العباس الشريشي، صار شارع مقامات الحريري وابن زرقون وابن اللبال. الله، الممر ينطق جمالا. هذا الطريق للمسجد. الآن نشوف المسجد، نشوف التفاصيل الجميلة. شو المدخل؟ هنا كان في حوض للوضوء ونافورة. هذا المسجد باقي على حاله. هنا كان يصطف المصلين. شوفوا كيف معالجة الضوء من الأعلى. أول ما كان في كهرباء، فالمسجد كذا قاعد يشع نور. وهنا المحراب. الله، يا كم من إمام وقف في هذا المكان. رحلة الخروج من المسجد أيضا لا تقل جمالا عن رحلة الدخول. كانت النافورة هنا. هذا جامع رند الكبير. هنا كان يصلون الجمعة والصلوات الخامس وأحيانا الأعياد. والنخلة حاضرة في كل مكان في الأندلس. شوفوا جمال البناء. أريكم مفاجأة من مفاجآت الأندلس. شوفوا كيف الارتفاع الشاهق. مدينة أعلى جبل رندا، لذلك يسمونها صديقة السحاب. في الأسفل القنطرة العربية اللي كانت تخدم الأحياء السفلى من رندا، بعدين الدرج يأخذك ويخدم بقية الأحياء وصولا إلى القنطرة العظمى. عجائب من الأندلس. أريكم مفاجأة من مفاجأة الأندلس. شوفوا كيف الارتفاع الشاهق. مدينة أعلى جبل رندا، لذلك يسمونها صديقة السحاب. في الأسفل القنطرة العربية اللي كانت تخدم الأحياء السفلى من رندا، بعدين الدرج يأخذك ويخدم بقية الأحياء وصولا إلى القنطرة العظمى. عجائب من الأندلس.